السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. كنشكرك اخت لطيفة، كنشكر الدكتور سيد بزاف. مرحبا. الله يخلي لينا الله يحفظه لينا. امين يا رب. كنبغي نسول الدكتور، عافاك انا عرفت الاعراض ديال مرض بهجت. نعم. كاين تقرحات الجهاز الهضمي والامعاء. نعم. وتقرحات الفم. نعم. واصابه العين والجهاز العصبي. نعم. انا بغيت نسول حتى عندي انا نفس الاعراض ولكن بعضها تقريبا. بعض. نعم. الاعراض تقريبا. نعم. عندي الم في البطن والعين عندي فيها ضفر. نعم. لا لا ماشي بفر، ما كنتكلموش على الفرح. هذا كيصيب الشبكه ديال العين من هذا داخل. غير مع الصباح ملي تفيقي كتبان لك واحد الضبابه شويه بحال عينك بحال مضبه شويه، وغير واحد الوقت ما كتبقاش يعني طول النهار. ما كيكونش غشاء فوق العين بحال. لا 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 ماشي الضفر، الضفر حاجه اخرى. انا كان عندي الالم في الامعاء وهذا، ومن الطبيب قال لي غير من الغاز والعصبيه. نعم. ولكن سؤال جيد بعدا، لان احنا قلنا في البداية على ان الناس غاديين يتخلعوا، غادي اللي يسمع هذه الاعراض يقول راه عندي بهجت. وبهجت كيظهر لا بهجت كيظهر في التحليله ديال الدم، غير هذه هي علامات كتعطي للطبيب الاتجاه اللي غادي يمشي فيه. نعم. فقط هذه ملي كيكون تقرحات على مستوى الفم وكذلك تقرحات تناسليه وكيكون الشخص عيان وعنده ذاك الضبابه في العين، يعني هذو كيتجمعوا تقريبا. يعني الطبيب هناك هي تقريبا يعني كيبقى عنده شك. لا كيتجه كاين الاتجاه للتشخيص ديال مرض بهجت، عليهم بهجت ولا مرض اخر، يمكن امراض. نعم. اخرى كذلك عندها نفس الاعراض. فهناك يطلب تحليله ديال الدم. نعم. وملي كيشوف التحليله ديال الدم شنو كيعرف بان يعني بانه عنده مرض مناعي. والامراض المناعيه الان في التشخيص ولات معروفه. ماشي غير ما تخلعيش حكيمه. بغيت نسول الدكتور الله يخليك اذا كان ممكن. تفضلي. بالنسبه لهذا الضفر اللي كيكون في العين، واش كيكون عنده شي سبب من التغذيه؟ حيت انا حيدته جوج مرات عاد كيرجع ليا. نعم. واش كاين شي حاجه في التغذيه اللي ممكن انني نوقفها ما نبقاش ناخذها؟ نعم. شكرا لك حكيمه. شكرا. ما عندوش علاقه مباشره بهذا الضفر ديال العين. كاين كيف اي ما الجسم ديال الناس ماشي بحال بحال. كل شخص كتوقع له واحد خلل في منطقه ما. كاين اللي عنده في الانف ديالو كيبقى يرعف، كاين اللي عنده في العين ديالو كيظهر فيها الضفر، كاين اللي عنده السنان ديالو كيطيحوا في هذا العمر، كاين اللي عنده الودن ديالو كتنغزو. كل واحد عنده واحد خلل صغير في 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 منطقه ما. كلشي ناس عندهم يعني الكمال لله سبحانه وتعالى، كل شيء نسأل. غير كاين اللي عنده باطني لداخل في الجسم ما كيحسش به. هذا الضفر هذا هو العلين والجراحه كتزولوا. غير هو السيده قالت ماشي الاغذيه، وما خصوش يرجع بسرعه. نعم. قد زولات وعاود رجع لها. ويعني وكل ما زولوه كيبدا يرجع بسرعه. نعم. هذا هو المشكل، كيبدا يكبر بسرعه، لان كاين كيتكون واحد سميتو اللي كيزولها الطبيب. ماشي يعني شي حاجه. حتى ولو زولتها بالجراحه يعني مره في سنه ولا مره في عامين ماشي حاجه، لا باس ماشي مشكل. غير يكون هذا العين ما تعرضش لبعض الروائح والغازات. حتى ذاك الرائحه ديال ديك الاله دي الطبيعه، هذيك المطبعه ديال الاورديناتور لامبريمونت، هنا كيخرج هذاك التونير كيعطي واحد الرائحه، وبعض المرات يعني كتكون السيده قريبه ليها الرائحه ديالها. العينين ما يشموش روائح من ذوك الاشياء اللي كيطلعوا للعين، ما خصهمش يضربوها روائح خطيره. وما خصش هاد السيده هذه ما خصهاش تكمل تدير افراط في السكريات والدهون. افراط في السكريات والدهون اعيد. هذو حتى هما كيزيدوا يشعلوا شويه على هذيك لاماس اللي كتكون. دكتور قبل ما نختموا يعني خلال الدقائق الاخيره البرنامج، هذا المرض واش هو وراثي؟ واش هو معدي؟ ليس وراثي، ليس معدي بدون اي مشكل، وصاحبه يعيش بدون اي مشكل، ومرأة ممكن تولد وترضع بدون اي مشكل، لان الامراض المناعيه هذا هو المشكل. الامراض المناعيه هي امراض دائمه مع الشخص، مزمنه يعيش بها الشخص حياته كلها، وكل ما اجتهد كل ما يعيش بسلام. حتى الناس اللي عندهم هذه التصلب اللوائحي ممكن يعيشوا بسلام، يرجعوا للطبيعه. اللي بغيت نقول لك مرض بهجت كما قلتي غير معروف. نعم. ولكن هل هناك امل في العلاج؟ نعم. خير ان شاء الله. نعم. سؤال وجيه جدا. هل من امل في العلاج؟ نعم. والعلاج تكلمنا عليه. احنا لما نشخص بهجت لا يمكن الشخص ان يعرف واش عنده بهجت ولا لا. لكن لما يقوم الطبيب بتشخيص بهجت كيشوف الحده
حده المرض، يعني فين واصل، يشوف التحليله ديال الدم ويشوف الحاله ديال الشخص ويشوف كذلك تاثير على الاعضاء وعلى الفيزيولوجيا الجسم. اذا كان مرحله مزاجيه هو عليه، هو الكورتيكويد لا محاله منه. لا، لان الطبيب عنده امانه علميه، طبيب لا يمكن يجي عنده مريض وما يعطيش دواء، لا يمكن. خصنا الناس يفهموا هذه الامور هذه، يعني الطبيب يعطي دواء. انا قلت لا باس شخص ياخذ كورتيكويد، لا باس اذا كانت الحده ديال المرض تتطلب كورتيكويدات، ولكن ماشي مده طويله. نعم لا باس ياخذ كورتيكويدات، ولكن يبدا مع الكورتيكويدات يبدا بالعلاج الطبيعي. نعم الحياه ديالو ترجع طبيعيه. نعم. وما يتهورش، لان مع الاسف الشديد كاين الناس الان عندهم بهجه، هذه ست سنوات داو النصائح عندهم بهجه جيد، عيالات ولاو كيشقاو في ديورهم ولاو مزيان ولاو كيخرجوا ولاو، مع الاسف الشديد كيتهوروا كيمشيو معروضين ولا كيخرجوا مثلا في العطله ولا حاجه ولا شي، وكياكلوا بعض الاشياء الصناعيه. بمجرد ما ياكلوا المواد الصناعيه اللي فيها المضافات الغذائيه والمبيدات والمصائب الصناعيه كيرجع لهم بهجت كما هو، سبحان الله. يعني هذا المرض يعني ما لا 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 يعني الشفاء ديالو سهل، يعني راه ماشي سهل جدا، لان الناس ما غاديينش يثقوا بالطريقه هذه. سهل جدا، وهو ان الشخص يرجعوا لنمط العيش ديالهم الطبيعي، واللحوم جميع الامراض حتى اللحوم، ولو انني منعتها غير باش الناس ما يتهوروش، لان لا سمحت بها غادي يبداو ياكلوها مره في الاسبوع. ممكن ياكلوا شويه سمك اللي عنده العظام، ممكن ياكلوا حتى لحوم طبيعيه بحال الدجاج بلدي ولا حاجه جايه من الباديه، ولا حتى الغنم اذا كانت مسروحه ما تكونش عالفه، ولا معز ديال الجبال يكون سائح. الارنب. نعم الاشياء، لا الارانب لا انصح بها، لان الارانب ولات بحال الدواجن، لان الان ولات هي تربى مثل الدواجن هذه. فالمهم غير يتفاداوا الحيوانات المعلوفه فقط، تكون دواجن ولا هذا، لان المشكل في العلف وليس في اللحم. كاين جوج العوامل، المشكل في طبيعه العلف اللي كياكل الحيوان، لانه غادي يخزن عنده مضادات وغادي يخزن عنده اشياء هكذا، خصوصا اذا كان تيعلف على مواد مغيره وراثيا. الامر الثاني هو الكثره، الاكثار من اللحوم، يجب ان لا يكثروا اللحوم، اذا كان مره في الشهر ولا لا باس، ما عندي مشكل، يكون دجاج بلدي، يكون وز، يكون حجل، يكون ديك رومي بلدي، هذا ديال الباديه، وما حتى البوادي النساء ولاو كيشريوا العلف الصناعي الدجاج البلدي، وهذا خطا، خطا، يتقوا الله هاد الناس، يخليوا الدجاج يسرح، لان الشعير غلى من العلف طبعا، لان يعني ما يقدروش يعطيو الشعير دابا الدجاج ديالهم، والدجاج راه قادر يعيش بنفسه، راه يهبش، راه كيقلب كيبحث، ما عندوش مشكل. اذا كان هاد الناس عندهم لحوم طبيعيه جيده ولا حيوانات مسروحه مثل الماعز والغنم ما تكونش معلوفه تكون سارحه، هادو ياكلوا اللحوم ولكن ما يكثروش، ياكلوا مره في 15 يوم ولا مره في اسبوع، وما يكثروش اللحم اللي كياكل هذيك الوجبه، ماشي ياكل 100 غرام اللحم ولا 200 غرام، ياكل خضار طيبين مع اللحم شويه وصافي، ما عندوش مشكل. الا رجع نمط العيش ديالو طبيعي، هما جوج الامراض سبحان الله اصحابهم، غير يرجعوا للنمط الطبيعي كيتحسنوا باكثر من 50%. عجيب. هما الملتيبل سكليروزيس التصلب اللوائحي، وهذا مرض بهجت. هاد الاثنين غير يرجعوا للنمط الطبيعي كيوليو ما شاء الله، وما يبقاوش يخافوا، يعاودوا التحليله ديال الدم يشوفوا الطبيب. دابا المشكل هو في النفس، الناس كيخافوا ما كينعش، كيبقى ديما كيفكر ذاك المرض. حيت الخطا وذكر. كاين الناس كيبداو ياخذوا الكورتيكويد وكيرجعوا لنمط العيش، انا كنصحتهم كيبداو يرجعوا لنمط العيش الطبيعي. نعم. ملي كيمشيو عند الطبيب كي الطبيب يحسب ان الكورتيكويد هو اللي عمل المفعول ديالو، هذا هو، هذه هي المشكل، هذا هو المشكل الان اللي حاصل، وهذاك المريض ما يقدرش يقول للطبيب اش كيعمل. وان بعض الاطباء ولاو تيخاصموا على المرضى، وعلاش خديتي هذه، علاش خديتي هذه، ما يخاصمش على المريض، الطبيب ما يخاصمش على المريض، والطبيب ما يمنعش المريض من الدواء، والطبيب ما يجريش على المريض يقول لك راك امتنعتي ما بغيتيش دير العمليه ما بغيتيش دير الشيميو. الطبيب ملزم الساعه فين جا المريض يعالجه، والا راه كاين قانون. لان كاين عندنا حالات في الدار البيضاء، الاطباء جراو على الناس ما بغاوش يديروا لهم العمليه، ما بغاوش يديروا لهم ماشي مترب، قالوا لهم علاش ما بغيتوش ديروها في الاول. هذا المريض حر، اختيار عنده، بغى يتعالج نهار الجمعه يتعالج، بغى يتعالج بعد سنتين يتعالج. والطبيب ملزم انه يدير العمليه ولا يعالجه، واذا ما يتحمل الاخر مسؤوليه، المريض هو يتحمل مسؤوليه، المريض عنده حريه الاختيار. نعم. يعني ما بغى يتعالج عندك الجمعه بسم الله، ما بغاش يتعالج وبغى يتعالج بعد سنه ورجع، ما تبقاش تسبوا ولا تشتموا تقولوا علاش ولا تاخرتي وشكون هذا، يعني هذه انما، ولكن كاين نوضحوا عاوتاني، ماشي هذاك الشخص يخلي على الطب ويمشي لاشياء اخرى تزيد في المرض. يعني كاين الناس عندهم امراض يعني خلاو الطب مشاو للعشوب، مع هذوك العشوب لا غير كافيين للعلاج ولا ما يعالجوش، فالمرض ديالو استفحل. باش يعني باش نوضحوا للناس، باش ما نخليوش الناس، خاص الشخص اولا
لا بالطب ولا بالاعشاب. انا ما كندخلش لهذيك المساله، ما كنوصلش. انا كنتكلم على التغذيه. المهم اي مرض يكون سرطان ولا يكون بهجه ولا يكون سكري ولا يكون لازم يكون نمط العيش هو الاول، العيشه ديالو تكون طبيعيه بلا ما يسول الطبيب، بلا ما يسول الطبيب باش ناكل شنو. نمط العيش طبيعي 100% كما كانوا الناس كيعيشوا، ثم يتوكل على الله، يمشي هذيك الساعه يعيش ويعمل دواء ولا يعمل جراحه ولا يعمل شيميو، هذاك هذيك الساعه حريته، هذاك اختياره. اما وهذا المشكل ديال هذه القضيه هذه ديال راه كاين واحد الحيف هذه القضيه ديال الناس اللي الان كاين بعض هذا الاطباء كيقول المريض خصك تزرب، بلا ما زربتيش راه غادي المرض يزيد. هذا خطا كبير، ما بقاش في امريكا، ما بقاش في امريكا هذا. حتى هما الامريكيين بداو بحال هكا، بداو الاطباء تيقول لي هذاك السرطان غادي يزيد، ما حيتيش راه غيزيد. ولكن في امريكا الان كيتريتوا مع السرطان، كينتظروا 3 أشهر وستة اشهر مع السرطان، ولكن بشرط ان الشخص يقتلع، خصو يحبس التلوث والمواد الصناعيه والمسائل الرجعيه ديالو، ثم يبقى تحت المراقبه الطبيه. وإلا ما السرطان ديالو ما زادش باش، حتى الاطباء في امريكا الان كيشوفوا السرعه اللي كيزيد بها السرطان، وكيشوفوا النوع ديال السرطان، وكيشوفوا الحاله ديال المناعه الجسم، عادي يقروا عمليه ومن بعدها واش شيمي ولا بلا شيمي ولا معاها الهرمون ولا معاها الراديو. فهذه هي اللي خص الان الطاقم الطبي ينهجها، ما خصوش يزرب. انا بالعكس ما خصوش يزرب، هو هذا هو المشكل اللي كيقلقني انا. غير كيظهر ورا انت تقول لي الغد اللي خصك تحيدو، خطا، لان حتى الحاله النفسيه ديال المريض لا تتحمل. خص المريض بعدا يقبل المرض ديالو ويفهم المرض ديالو وينتظر. ما عندوش هذاك المريض اللي زربو الطبيب قال له ودي العم كون ما جاش عند الطبيب كاع بعد 3 أشهر اش كان غيوقع؟ لو كان ما جاش كاع ما قالش ليه راسو جات 6 شهور. لازم على الاقل يعطيوه واحد المده، الطبيب يعطي المريض واحد المده يقبل المرض ديالو وما يخلعوا ما والو، يقولوا ها شنو عندك، ويعني الحمد لله انا باقي في واحد الطور مزيان، ربما مع الوقت يدير لك شي حاجه، وحاول ما امكن تربح الوقت ولا شيء، ولكن ماشي يعني زرب دغيا ولا ما حيدتيش. راه بعدا كيمشي بالصدمه ديال السرطان، المريض كيمشي بصدمه السرطان، الصدمه الثانيه اللي ما حيدتيش راه غادي يقتلك. هو الامر بيد الله، يعني على الاقل لان خاص لا يحس، شوف لا يحس بالمرض الا المريض، هذه خص الناس. راه الطبيب لا يحس بالمريض واخا يكون كيما كان، راه لا يمكن طبيب ان يحس بالمرض، المريض هو الذي يحس بالمرض. والحاله النفسيه بعد المرض راه تكون مؤلمه اكثر من الحاله العرضيه، ربما يحس يسمح في الالم ديالو، ولكن ديك الحاله النفسيه ديالو داك الاحباط تزيد في المرض وكي يعني كي والمناعه كتنخفض.